بلادي يا إمارة الحنين، فيك زايد حيلة وسط الكفن، في خليفة فاخري حامل عرين، الشجاع ابن الشجاع المؤتمن. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا إمارة الحنين. مع انطلاقة الحفل شرف الأستاذ سعيد الأستاذ عبد العزيز الأفخم انطلاق بالونات الحفل. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الأخ محمد الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، أصحاب السعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم، ويسعدنا تشريفكم في هذه المناسبة الوطنية، اليوم الوطني لدولة الإمارات 45. أيها الإخوة، ونحن في غمرة هذه الاحتفالات باسمكم جميعاً نرفع أسماء آيات الولاء والعرفان والمحبة إلى قائد المسيرة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله وألبسه منفور الصحة والعافية، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة العزيز، وإلى كل مقيم على هذه الأرض الطيبة المعطاءة أرض الإمارات العربية المتحدة. الإخوة الحضور في هذه المناسبة، لا يفوتنا أن نستذكر باني الدار القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه على ما قدمه ووضعه للبنات الأساسية الأولى لتكوين هذا الصرح الشامخ. اللهم اجزه عن شعب الإمارات كل الخير وما قدمه لأمته العربية والإسلامية والعالم أجمع. الإخوة الحضور في هذه المناسبة الوطنية المجيدة العزيزة على قلوبنا جميعا، نرفع الشكر والامتنان وبشموخ الشكر إلى أفراد قواتنا المسلحة الباسلة التي تذود عن الوطن وعن العرض وعن الدين. نسأل الله أن يعودوا سالمين غانمين وأن نحتفل معهم بالنصر إن شاء الله، ونترحم على شهداءنا الأبرار شهداء القوات المسلحة. أيها الإخوة، إنما نعيشه نحن اليوم على أرض الإمارات العربية المتحدة من نهضة وتقدم ورفعة وعلم وصحة وتكنولوجيا وعلوم ما كان ليتحقق لولا وجود هذه القيادة الرشيدة، قيادة الإمارات التي وضعت نصب عينها وجل اهتمامها سعادة المواطن وعزته ورفعته على أرض الإمارات. باسمكم جميعاً نجدد العهد والولاء إلى قيادتنا الرشيدة وإلى حكامنا الكرام معاهدين الله ومعاهدينهم على بذل الغالي والنفيس حفاظاً على نهضتنا وعلى هذه المكتسبات المجيدة.
قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه يواب الله يواب، يقول من غط المثل يبدع بذكر الله قبل عازيه نوما يا جسور، ما بنبه قلبه عقل صبيان يكبر الشيع. ايه يواب الله يواب، اليوم عيد بلادنا يسلم زعيم قادنا، هذه رسوم امجادنا، نهار ما لم الشمر صبيان يكبر الشيع. ايه يواب الله يواب، خنيفه الصرح المصان، داره وشعبه في امان، مذره لدورات الزمان، تنعم تحت ظله دول صبيان يكبر الشيع. ايه يواب الله يواب، امام للوحده زعيم، يرقى بناروس الزميل حليم، واحذر من الحليم والحكم من ساس العدل صبيان يكبر الشيع. ايه يواب الله يواب، لوه يرقد ما حكم، سهمه من كبار السهم، ركب الحكم على الخشم، نهار ما مال الحمل صبيان يكبر الشم. هني حكومة دولة الإمارات وشعبها بهذا اليوم المجيد الغالي على قلوبنا، يوم اتحادنا. أدام الله نعمة الأمن والأمان على بلادنا، وحفظ الله حكومتنا وشعبنا. نجدد العهد والولاء إلى مقام سيدي قائد المسيرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى شيوخنا الكرام معاهدينهم ومعاهدين الله على الحفاظ على المكتسبات. عبد العزيز بوهندي، مدير هيئة الشباب والرياضة بالفجيرة والمنطقة الشرقية. شكرا. كل الحب والتقدير لدولة الإمارات، الدولة اللي العالم كله بيجمع على حبها وتقديرها لحكم قيادتها الرشيدة بقيادة خير الخلف لخير سلف، خليفة الخير والإنسانية، الدولة اللي دولة التسامح والحب، اللي بتجمع 200 فوق ال 200 جنسية بيعيشوا مع شعب الإمارات الطيب الكريم في حب ووئام. بسم الله الرحمن الرحيم، نتقدم بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وإلى أصحاب السمو حكام دولة الإمارات، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وكل شعب الإمارات في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، مناسبة اليوم الوطني 45 لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونعاهد القيادة ونعاهد أصحاب السمو وحكام الدولة في هذه المناسبة على الولاء والطاعة التامة والحفاظ على هذا الوطن العزيز الغالي، والحفاظ على مكتسبات هذه الدولة، والحفاظ على أمن وتراب هذه الدولة العزيزة على قلوبنا جميعا. ونعاهدكم أصحاب السمو على البقاء مخلصين لهذا الوطن العزيز الغالي، وعسى إن شاء الله دائما دولة الإمارات في أفراح وفي مناسبات وفي فرحة، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يديم الفرحة وأن يرحم شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا دماءهم زكية لهذا الوطن. معكم فيصل النقبي صحفي بجريدة الاتحاد. أتقدم
بالتهنية القلبية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الاتحاد وأولياء عهودهم، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تفخر بالعز والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد سالم العبدولي.